السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة طبية على قناة الصحة والجمال. بنكلمكم النهاردة على موضوع الساعة اللي هو الكورونا فيروس. أغلب الناس في العالم كله، حوالي 186 دولة مصابة بهذا الوباء، وعايزين نتكلم عنه بصفة عامة وعن أعراض الكورونا فيروس في إصاباته للجهاز العصبي، سواء كان المخ أو النخاع الشوكي، إزاي بيأثر فيهم وإزاي في سن صغير ممكن تحصل هذه المضاعفات. الكورونا فيروس من الأول كده هو عبارة عن نوع من أنواع الفيروسات اللي هو بيبقى الشكل الخارجي بتاعه بيبقى فيه زي نتوءات فتشبه التاج، فيسموها عائلة الكورونا أو العيلة من الفيروسات اللي شكلها الخارجي يشبه التاج بتاع العروسة وكده، فسموها الكورونا فيروس. ودي في منها حوالي 7 أنواع. النوع المنتشر حاليا هو السارس 2 اللي هو يسموه كوفيد فيروس. كوفيد يعني سي او معناها كورونا، وفي اي معناها فيروس، ودي معناها ديزيز، يعني كورونا فيروس ديزيز، واللي اكتشف سنة 2019 فسموه كوفيد 19 او كوفيد 2019. لحسن الحظ ان هذا الفيروس اكتشف في او اول انتشار ليه كان زي ما احنا عارفين كلنا في الصين، وبعد كده ناس سافرت من الصين فنشرته في اوروبا، فبدأ يظهر في انجلترا وفرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا، كانت مصابة اصابات شديدة، والسويد والنرويج وهكذا، وبعدين الى اسيا، فراح ل إيران ودول الخليج، وبعدين إلى أمريكا والشمالية والجنوبية وكندا، وفي الآخر خالص بدأ يظهر في قارة أفريقيا. وده بقول لحضراتكم ده الحسن حظنا، لأن احنا دورة حياة الفيروس عادة بتبقى حاجة بتاعت 3 شهور بيوصل فيها للبيك بتاعه، فقدرنا ناخد خبرات العلاج ونفهم طبيعة الفيروس وتأثيراته كويس جدا من الخبرات اللي حصلت في الصين وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أسيا قبل ما يجينا هذا المرض. فبدأ يبقى في عندنا شوية حقائق ثابتة إن هذا الفيروس زيه زي أي فيروس بندرسه في كليات الطب بيبقى خامل جدا بره الجسم، يعني لو ما دخلش خلية حيوانية سواء في حيوان أو إنسان يبقى خامل جدا وغير نشط وتقريبا ملوش دورة حياة. إمتى يبدأ يصحى وينشط؟ أما يدخل جوه خلية حيوانية سواء كانت حيوان أو إنسان، يبدأ هنا يدخل جوه الخلية ويطوع الخلية لخدمته ويبدأ يخليها تطلع الحمض النووي وتتكاثر، والفيروس يتكاثر جواها والخلية تموت ويطلع منها ويدخل في خلايا أخرى وهكذا. إذن الفيروس طول ما هو بره جسمك ملوش أي قيمة، أول ما يدخل الجسم يبدأ يعمل دورة الحياة بتاعته ويبدأ يعمل الأعراض والإصابات اللي بيصيبها للإنسان. إذن الوقاية من هذا الفيروس أحسن من العلاج، ولكن الوقاية صعبة جدا، إن أنت تمنع أنه تصاب بهذا الفيروس من الصعوبة بمكان، لأنه الفيروس بينتشر عن طريق الرذاذ، الكلام والعطس والكحة، وإنك تبقى جنب واحد مصاب، وممكن كمان الفيروس تقيل شوية فممكن وهو في الجو ويبدأ ينزل يقف على أسطح أو يقف على أماكن صلبة، لو لمستها بإيدك وحطيت إيدك على وشك ممكن تتعدي، وبالتالي طرق العدوى سريعة جدا وبالتالي انتشاره بيبقى سريع جدا. بس الحسن الحظ بقى
90% من الناس اللي بتصاب بهذا الفيروس ما بتعرفش أساسا إن جالها فيروس. ليه؟ لأن الأعراض بسيطة جدا أو ممكن يكون بدون أعراض. والحاجة المهمة برضو اللي عرفناها عن هذا الفيروس إنه عشان يدخل جسمك لازم زي ما تقول إيه يبقى فيه عاشق ومعشوق كده، يعني لازم البروتين بتاعه اللي هو عامل التاج ده يبقى له مستقبلات في الخلايا بتاعتك، فالاتنين اما يركبوا على بعض يقدر يدخل جوه الخلية. المستقبلات دي قليلة جدا في الأطفال، يعني الأطفال الصغيرين عدد الخلايا اللي فيها المستقبلات اللي تخلي الفيروس يلزق فيها ويدخل قليل جدا، وبالتالي الأطفال إصابتهم تكاد تكون منعدمة، يعني قليلة جدا. ومن ثم الأعراض عند الأطفال غالبا مش هتسمع أن في طفل اتصاب بكورونا فيروس أو حصلت له مشكلة من الكورونا فيروس، لأن أساسا مستقبلات الفيروس في الأطفال قليلة جدا. وفي بعض الأمراض بتبقى الإصابة فيها أقل من غيرها، يعني المدخنين مثلا تلاقي النيكوتين بيلزق في المستقبلات دي يقفلها، فإصابة المدخن بتبقى أقل، احتمال إصابته بالفيروس أقل من غير المدخن. بس دي طبعا مش دعوة للتدخين، لأنه لازم تاخد بقى المعلومة كاملة، إنه لو واحد مدخن أصيب بقى بالفيروس يبقى المضاعفات واحتمالات الوفاة أعلى من غير المدخن. برضو بعض الناس الكبار في السن اللي بيستخدموا بعض أدوية الضغط اللي بتتفاعل مع المستقبلات دي أو بتشتغل عن طريق إن هي تقفل هذه المستقبلات، اللي هي للأطباء حاجة اسمها أنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم، أما بتقفلها بيصبح الفيروس مش لاقي المستقبلات دي متاحة ليه، وبالتالي نسبة إصابة الناس كبار السن دول اللي بياخدوا العلاج ده للضغط العالي بتبقى نسبة إصابتهم أقل من الطبيعي. دي كلها معلومات قدرنا نعرفها عن الفيروس باستسقاء النتائج الإحصائية في الصين وأمريكا وأوروبا. طيب الفيروس بقى بعد ما بيدخل جسمك، هنقول عشان نبسطها للمشاهد العادي انه الموضوع عبارة عن خناقة ما بين الفيروس وما بين الجهاز المناعي، وبالتالي الجهاز المناعي بتاعك موجود في جسمك خلايا بتعرف اي حاجة غريبة دخلت الى داخل الجسم وتبدأ تتوجه اليها، بتحاول ان هي تحجمها او تمنع تأثيرها في الجسم. نتيجة الخناقة دي بتعتمد على زي ما تقول حكمة الجهاز المناعي بتاعك. لو الجهاز المناعي بتاعك ضعيف وما بيقدرش يهاجم الفيروس، الفيروس هيتغلب عليه ويعمل الأعراض، وممكن تكون أعراض شديدة. لو الجهاز المناعي بتاعك بيشتغل بطريقة منفعلة جدا وهمجية وزايدة عن اللزوم، هتبص تلاقي يبدأ يدمر الفيروس والخلايا اللي فيها الفيروس ويطلع مواد اسمها سايتوكاينز اللي هي مواد ضارة جدا تعمل أعراض شديدة جدا. ولو الجهاز المناعي حكيم يبقى على قد المطلوب من كمية الفيروس الموجودة يتعامل معها، والأعراض تكاد تكون لا تظهر على المريض. وبالتالي احنا عشان مش قادرين نتوقع الجهاز المناعي هينفعل ازاي وهيتعامل ازاي من انسان لاخر، فبدأنا نقول طيب احنا ممكن نعمل اساليب في العلاج تكون مختلفة شوية، بحيث ان احنا نحيد الجهاز المناعي شوية، واحنا كأطباء نتعامل مع الفيروس اللي موجود بطريقتنا بدون ما ننتظر طريقة تفاعل الجهاز المناعي بتاعك مع الفيروس. فقلنا اسهل طريقة نشوف مريض يكون اصيب بالكورونا وتعافى
من الكورونا وأصبح في جسمه أجسام مضادة في البلازما بتاعته لفيروس الكورونا، وناخد هذه البلازما اللي فيها الأجسام المضادة ونحقنها للمريض اللي أصيب حديثا بالكورونا، وبالتالي يبقى في أجسام مضادة تدخل تكسر الفيروس قبل ما يدخل إلى الخلايا بتاعتك، وبالتالي الجهاز المناعي بتاعك مش هيحتاج إنه يتعامل معها لأنه هيكون اوريدي اتدمر الفيروس. اوكي، ناخد اتصال ونرجع نكمل لكم الحكايه. السلام عليكم. اهلا يا حاجه، اتفضل. بس لو سمحت، انا معايا امي يعني تعبانه في قسم المخ والاعصاب. ايه اللي تعبها؟ راحت بس هي دلوقتي يعني تاخد دواء، بس تاخد دواء كيماتراب والاوميجا وفيتامين دي، وهتاخد بس بي 12 اللي هو مستورد. هي تعبانه من ايه ما قلتلناش؟ بس هي كل الحكايه ان هي بتشكي دلوقتي ان هي رجلها بس بتجيلي عليها نار. مش عارفه نتيجه المخ ولا نتيجه ايه؟ رجليها؟ بس ساق رجلها من تحت لحد الفخذ فوق. تمام، اوكي، هنرد عليك. اوكي. طيب، هو الوجع اللي موجود في الرجل من فوق لحد تحت ده بنسميه عرق النسا، نتيجة ضغط على العصب اللي موجود في الظهر ونازل في الرجل، ودي بيبقى أسبابها في السن الكبير إما ضيق في القناة القطنية أو انزلاق غضروفي أو تزحزح في الفقرات، فدي هتحتاج تعمل أشعة عادية وأشعة رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية، وبعديها نبدأ نشوف اسلوب العلاج الامثل ليها، هل علاج دوائي ولا طبيعي ولا هتحتاج لتدخلات جراحي. طيب، نرجع بقى مره تانية لموضوع الكورونا فيروس، وقلنا انه بدانا نشوف طرق علاج تحيد الجهاز المناعي، واول طريقه اللي هي ان احنا نشوف بلازما من مريض متعافي ونحقنها للمريض المصاب حديثا بالكورونا، وبالتالي الأجسام المضادة تتعامل مع الفيروس والجهاز المناعي بتاعك يبقى في حاله وملوش دعوة بالموضوع. طيب، ناخد اتصال تاني. اهلا يا عمر، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا في تعب يعني من 15 يوم 20 يوم. ايوه ماشي. التعب ده بدا في الرقبه من ناحيه اليمين. اي ماشي. انا افتكرت الاول انه هو اللوز، فروح جبت الموكس بتاع اللوز. في وجع في دراعك ولا لا؟ نعم، في وجع في الدراع دلوقتي مع وجع الرقبه. لا، الاول ما كانش فيه تعب في الدراع. دلوقتي فيه في تعب في الدراع؟ دلوقتي حصل عندي من 15 يوم بالضبط تدليل شويه في بطن الايد اليمين والشمال وفي مشط رجلي اليمين والشمال تدليل. انت عندك سكر؟ لا. وسنك قد ايه؟ كويس. نعم؟ عندك كام سنه؟ عندي 40 41. تمام، بتشيل حاجة تقيلة في شغلك؟ أحيانا. أوكي ماشي. بس يا دكتور، التنميل ده بدأ يعلى عندي في الرجل اليمين، رجل الشمال، الذراع اليمين، الذراع الشمال، لدرجة إني في مرات اللي جنب الشمال دي اللي جنب اليمين بحس إني كله إنه هو مش مظبوط معاي، يعني أنا ماشي صح معاه وبحركه بس هو مش مظبوط معاي. والبول بتحكمه كويس؟ تتحكم في البول ولا في مشكلة في التحكم في البول؟ لا، تحكم في البول كويس يا دكتور. طيب كويس. في ضعف في الحركة بقى في الإيد أو الرجل؟ الحركة في الإيد وفي الرجل كويسة برضو. أوكي. بس المشكلة كلها في التنميل ده يا دكتور، وبعد كده راح نقل على ظهري. نقل إيه؟ نقل على ظهري. أوكي. تمام. يجيني هنا ورا في الكتاف، بعد كده يقوم طالع كده على فروة الراس، بعد كده يجيني في الشفة الشمال، بعد كده ينزل تحت على الظهر. ماشي، هنرد عليك يا عمر. اوكي، شكرا.
التنميل اللي بيجي في الأطراف بيبقى له أسباب كتير قوي، منها التهاب الأعصاب الطرفية، وممكن لو بدأ يمتد للذراع كامل أو القدم كامل بيبقى نتيجة ضغط على العصب في منطقة الفقرات العنقية أو القطنية، وممكن يكون نتيجة بقى ضغط وسكر وأمراض مزمنة، وهو بيقول ما عندوش الكلام ده. فاللي هنقدر نعمله إننا نعمل له تحاليل نشوف في أعراض التهابات ولا لأ، وبالفحص بيبان إذا كان في التهاب في الأعصاب الطرفية ولا لأ، وأشعات الرنين على الأماكن المصابة زي الفقرات العنقية والقطنية هتبين إذا كان في سبب عضوي ولا لأ. فدي النصيحة إنك تعمل التحاليل اللي بتبين إذا كان في التهابات في الدم نتيجة ارتفاع نسبة سرعة الترسيب والبروتينات بتاع التهابات الدم، وتعمل أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات العنقية والقطنية. كنا بنقول بقى موضوع الكورونا فيروس، وقلنا أول طريقة في العلاج. الطريقة الثانية إن احنا ندي أدوية تمنع دخول الفيروس للخلية، وبالتالي الفيروس طالما ما دخلش جوه الخلية ما يقدرش يبدأ دورة حياته. فقلنا هندي أدوية زي الهيدروكسي كلوروكوين وما شابه، اللي هي الأدوية اللي بتستخدم في علاج الملاريا وأدوية الروماتويد والمناعة وكده، ودي اللي تمنع دخول الفيروس للخلية، ودي طريقة أخرى تمنع جهاز المناعة انه يتعامل مع الفيروس. ناخد اتصال. مين؟ ألو. اهلا يا ام سالم، اتفضلي. ايوه السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك. لو سمحت يا دكتور، معايا بشي عنده 8 سنين. اوكي. ومتصاب في رجل تحت الركبة كده، معاه العصب دايما بالليل دايما قبل ما ينام الرجل تمسك فيه العصب وديكي فيه جامدة. العصب ماله؟ الرجل بالعصب بتاعت الرجل اللي تحت الركبه كده من ورا. ماله؟ بتتعب دايما يبكي منها بكيه جامده، ولازم عايز يدرس عليها. رحت لدكتور قال لي نقص كالسيوم، بس ما هو مش نقص كالسيوم، مش عارفه ليه بالظبط. نفس ايه؟ كالسيوم. كالسيوم نقص كالسيوم؟ لا، ما نقص الكالسيوم ما يعملش وجع، يعمل تقلصات بس. انتوا دايما قبل ما ينام ودايما لما يجي صاحي من النوم يعني تقعد ماسكه الرجل الم جامد جدا، يعني هو بيقول لي لما تمسكيها وتدوسيها هي اللي بتخف معي شويه. وحرارته بتعلى او حاجه؟ لا خالص. والفخذ فيه الم ولا ورا الركبه بس والقدم؟ لا ما هي كانت الفترات بعيده، يعني كان مثلا كل 3 شهور، بعدين بقت كل شهر، كل اسبوع، دلوقتي بصفه مستمره يعني على طول. الركبه دي بتجي فجاه، ممكن هو بيلعب تقعد قيمه 10 دقائق كده شد عضل ما يقدرش يتحرك يمين ولا شمال منها. اوكي تمام. طيب نرد على حضرتك. يعني في الاطفال لما بيحصل الحاجات دي بنحب ان احنا نعرف اذا كان متاكدين انه خد كل التطعيمات بتاع شلل الاطفال وخلافه. الحاجة التانية ان احنا بنبقى عايزين نعرف في التهابات ولا لا، بتبان ببعض التحاليل الدم، واذا استمر هذا الموضوع بننصح ان احنا نعمل رسم عصب عشان نتأكد ان الاعصاب الطرفية بتاعته سليمة، وبالفحص الطبي نقدر نشوف اذا كان سبب المرض ده في العصب ولا في العضلات، وعلى حسب الفحص الطبي بنعمل بعض الفحوصات الأخرى اللي تبين نوع المرض اللي عنده، سواء كان في العصب أو في العضلة. فاحنا بنبدأ بالطريقة دي الأول، أشهر الأسباب اللي هي الالتهابات نستبعدها، وبعد كده ندخل على الحاجات الأصعب شوية اللي هي بتحتاج مثلا رسم عصب أو تحتاج عينة من العضلة وخلافه، لحد ما نوصل للتشخيص ونبدأ العلاج. بعد كده هرجع أكلمكم تاني عن الموضوع الكورونا فيروس. فقلنا الطريقتين اللي بنمنع بيهم جهاز المناعة انه يتعامل مع الفيروس، ان احنا ندي بلازما او ندي أدوية تمنع دخول الفيروس للخلايا. في طريقة تانية اللي هي بنقول ايه، انه الخلايا الجذعية
بتاعت مريض متعافي من الكورونا لو قدرنا ان احنا ننقيها وننقلها للمريض المصاب حديثا ده ممكن يؤدي الى ان احنا نبقى متوقعين انه جهاز المناعه هيتعامل بنفس الحكمه اللي تعامل بيها قبل كده هذه الخلايا الجذعيه مع الفيروس بدون تقصير وبدون تهويل من الموضوع، وبالتالي نسبة الشفاء منه تبقى اعلى بكتير، ودي لسه عليها دراسات وابحاث شغالة. من ضمن الحاجات اللي لاحظناها في موضوع الكورونا فيروس وبالذات في نيويورك كانت نسبة الإصابة فيها حوالي 45% من الحالات اللي في أمريكا موجودة في نيويورك، وبالتالي هم يعني خدوا خبرات عالية جدا في موضوع الكورونا فيروس وإحنا خدناها منهم. فمن ضمن الحاجات اللي لاحظوها إنه في شباب صغير كتير جدا بيصاب بالفيروس وما عندوش أي أعراض، وبيكتشف بالصدفة لما يعمل مسحة أو سكرينينج تيست للفيروس بنكتشف إنه عنده هذه الإصابة وهو ما عندوش أعراض. وفي نفس الوقت لقوا شباب كتير بيصاب بالفيروس وبيصاب بشدة ويدخل يبقى موجود في رعاية مركزة وعلى أجهزة تنفس صناعي ويصاب ببعض الأعراض اللي بتقول انه حصل له مشكلة في المخ. يعني في بعض الشباب جالهم جلطة في المخ، وبعضهم جالهم تشنجات صرعية، وبعضهم جالهم زي بؤر نزيف داخل المخ. وعرفوها برضو بتوع نيويورك عندهم امكانيات عالية جدا. انا اخد الاتصال التليفوني وبعدين اكمل لكم حكاية نيويورك. اهلا يا حاجة، اتفضلي. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، هو انا عندي 65 سنة على طول عندي دوخة كده بصداع، يعني بزغلالة كده في عينيا. أيوة. انا بلبس النظارات طبعا اللي هي بتبقى مكتوبة وكده. أيوة. بس انا كنت رحت عملت تحليل لقيت في سرعة الدم فيها شوية انيميا، بس الدكتور قال لي يعني بسيط. وعندي سرعة الترسيب عالية والسكر كويس وتحليل التهابات عالي. مش عارفة يعني ايه تحليل التهابات عالية. تمام. في ضغط ولا حاجة؟ لا ما عنديش ولا ضغط ولا سكر، بس بعد ساعات بلاقي عندي دوخة او صداع او كده. في دوخة مع الحركة يعني ما بتغيري وضع جسمك الدوخة بتزيد ولا لا؟ بعد اذنك انزل احلل في الصيدلية اللي هو تحليل الضغط اللي هو سوري الضغط. ساعات يقول لي ده عالي ساعات يقول لي ده واطي، يعني مش بيبقى مظبوط. كام يعني؟ لا يعني صلاة سيدنا محمد، يعني مرة قال لي مش عارفة كان مش عارفة 70 على 90 او 100 يعني حاجه زي كده، ما كتبتهوش بس هو يعني قال لي واطي شويه. يعني مره قال لي واطي شويه ومره قال لي عالي. انا لما كان عالي قلت يمكن انا عشان عملت مجهود وعالي. فانا مش عارف، بس انا في الاصل ما عنديش ولا يعني ما بروح لدكتور ويقيس لي حكايه الضغط والسكر كده ما بيبقاش فيه. اوكي. كذا مره اعمل تحليل فاطر وصايم واللي هو اللي اسمه تراكمي ما فيش، يعني الحمد لله. تمام، هنرد على حضرتك. طيب يا دكتور. أهلا أستاذ سيد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس كنت عايز أسأل دكتور عن أعراض اللي عندي والدتي أنا عندها السكر وعشان كورونا والكلام ده. ملا؟ بقول عندي والدتي عندها السكر. أي. هي إيه مثلا يعني عشان مثلا وهي كبيرة في السن 50 سنة مثلا أعراض بتاعت كورونا والكلام ده، يعني إيه مثلا تاخدوا قضية يعني أدوية أو مثلا مشروبات تشربها مثلا عشان خاطر. تمام، هنرد عليك. أوكي. أو حضرتك برضو الأعراب والحاجات اللي مثلا تزود المناعة مثلا المشروبات اللي أشربها مثلا. سمعنا، هنقول الكلام ده كله في البرنامج دلوقتي. أوكي. ماشي. السؤال الأول اللي هو الدوخة وكده، طالما ما فيش سكر وضغط أو التهاب في الأذن الوسطى أو صديد من الأذن،
بتبقى حاجة حميدة وبتتحسن بالآتي، إن إحنا تغيير وضع الجسم ما يبقاش بصورة مفاجئة. يعني لو الواحد نايم في السرير وعايز يقوم يقعد نص قاعدة في السرير كده لمدة دقيقة وبعدين ينزل رجله من السرير دقيقة وبعدين يبدأ يقف. الحركة المفاجئة بتؤدي للدوار أو الدوخة ويزود كمية السوائل على الأقل 4 لتر في اليوم، وياخد شوية ملح زيادة شوية في الأكل عشان يجمع السائل حوالين العصب الاتزان عشان الدوخة تقل شوية. وبالنسبة بقى للسؤال الثاني اللي هو أعراض الكورونا، هي العطس والكحة والنشفة وارتفاع درجة الحرارة ولا قدر الله نقص نسبة الأكسجين في الدم ونهجان وضيق تنفس وحاجات من هذا القبيل. وفي الحالات الكبيرة بقى هنتكلم على باقي الأعراض أثناء البرنامج. طيب ناخد للحاجة سعاد، اتفضلي. أي دكتور، وأنا كلمت حضرتك من شوية. أيوة أنا ما قلت لكش على النقرس، عندي 5.9 يعني كل ما بحلله بيبقى نفس النظام. فبرضك يعني ده حاجة من ضمن الحاجات اللي هي الألماني. أوكي تمام، اتفضل يا دكتور. طبعا هو علاج النقرس معروف، لو هو في الأكيوت ستيج اللي هي النوبة الحادة له أدوية بتقلله بسرعة كبيرة، ولو هو في الفيز الكرونيك أو اللي هو مزمن فده له أدوية أخرى بتقلله وترجعه للنسبة الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار بقى اللي هو تنظيم الأكل، اللحوم الحمراء والبقوليات والحاجات ذات الفلقتين نبعد عنها وما نستخدمهاش بكثرة. يعني كنا بنتكلم بقى في موضوع قصة نيويورك اللي كنت بحكي لسعادتكو عليها دي، إنه لقيوا شباب صغير بيجيله أعراض جامدة جدا وبدأوا يبقوا عايزين يشوفوا السبب إيه. فهم عندهم زي ما بقول لحضراتكم إمكانيات عالية شوية، فبدأوا ينزلوا أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي داخل غرف الرعاية المركزة ويعملوا أشعات للناس جوه الرعاية المركزة بالبورتابل MRI، واكتشفوا وجود جلطات وبؤر نزيف في الشباب الصغير ده. ناخد إيمان معانا، تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا دكتور، عندي 52 وحضرتك دايما أقوم من يوم كسلانة وجسمي كله بيوجعني. تمام. ومش عارفة، بس أنا عندي غضاريف يعني، وكنت عندي فيروس اللي هو الكبد ده وتعالجت منه الحمد لله. تمام. ودايما أم النوم كتلانة وجسمي كله بيوجعني ورجلي تعباني، مش قادرة أعمل لنفسي أي حاجة. أوكي نرد عليك يا حاضر، تفضل. ناخد عماد معنا، تفضل. السلام عليكم. السلام. لو سمحت دكتور، انا عندي ابني 2.5. تمام. ايوه. عنده فرط حركه وبدايه سمات توحد. ايوه. المفروض ان انا ماشي على السايكودال. وعملت له رسم المخ وعملت له اشعه رنين مغناطيسي، ما فهمش حاجه والحمد لله. اوكي. بس الوقت المفروض ان انا ماشي على السايكودال. تمام. ده هو ما بينتبهليش، وطبعا جلسات التخاطب موقوفه كلها عشان خاطر الكورونا. ومش عارف حتى اسمه، فمش عارف ان انا ابدا معاه ازاي او ايه الخط الصح ان انا اقدر امشي عليه. اوكي تمام، ماشي، اتفضل. اهلا بيك. طبعا هو الاعراض اللي كانت بتشتكي منها الحاجه ان هي حاسه ان هي دايما في هبوط وضعف عام وكسل وضعف في العضلات و ألم في العظام، وبالإضافة أن هي عندها شوية انزلاقات غضروفية زي ما بتقول. دي بتبقى حاجات عامة، يعني بنبدأ نشوف بقى
اذا كان في انيميا ولا لا، نقص الكالسيوم، نقص فيتامين د، ضعف في العضلات، محتاجين نعمل بعض التمارين العلاج الطبيعي نقويها. الحاجات العامه دي هي الاسباب الرئيسيه للاعراض اللي حضرتك بتشتكي منها. اما بالنسبه لموضوع فرط الحركه فطبعا هو ده مش تخصص جراحه مخ واعصاب الحقيقه، انما تقدر تتابع في مستشفيات زي مستشفيات ابو ريش وكده مع اسم مخ واعصاب باطني، هو دول بيقدروا ان هم يحاولوا يسيطروا على الموضوع ببعض الادويه، ودي بتاخد وقت شويه وبتبقى محتاج متابعه طبعا دقيقه. اعتقد انه بعض المستشفيات الاطفال ابو ريش لازالت بتستقبل هذه الحالات. طيب نعم. اهلا يا محمد. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا حبيبي، ازيك؟ اتفضل. انا كان في عندي وجع في كتفي كده يا دكتور، انا عندي وجع في كتفي ورحت عملت أشعة بالرنين، فقال لي عندك غضروف في الفقرة الرابعة الخامسة والستة والستة والسبعة. أيوه. فالوجع الوقت بدأ ينزل في دراعي الشمال. تمام. وبدأ يمشي لغاية صوابعي. أيوه. وبدأ يمشي لغاية صوابعي كده، وأنا عندي سكر وعندي كسور في القلب. أوكي. وعملت إيكو على القلب ولا لأ؟ يعني عملت ايه كلكم كويسه، بس رسم القلب هو اللي باين ان فيه كسور. تمام. والايكو كويس. والايكو كويس. اه تمام. اه بس عندي واحده في الرابعه والخامسه وواحده في السته والسبعه، والدكتور قال لي الغضروف اللي هو في الرابعه والخامسه كبير متضخم وحجمه كبير يعني. والدراع التاني في حاجه؟ لا. وفي اي ضعف في الحركه؟ والبول بتتحكم فيه كويس؟ في تحكم كويس في البول ولا في مشكله؟ كله تمام، كله، لا كله تحكم تمام يا دكتور، تحكم تمام. كويس قوي. وفي زي الوجع ده في اسفل الظهر او في رجلك؟ لا مفيش الا في كتفي بس يا دكتور، ونزل في دراعي، حتى صبعي في سبع من صوابعي وجع جامد قوي في صبعي. اوكي تمام. وانت بتشتغل ايه؟ انا شغال سواق. بتقعد فترات طويلة؟ بقعد فترات طويلة في العربية، بس انا الوقت واخد يعني راحة في البيت ما بتحركش. تمام. وفي أي وجع في أسفل الظهر أو في رجليك؟ لا. طيب كويس. وأنت ما عندكش سكر ولا ضغط ولا حاجة؟ لا عنده سكر. بقاله كام سنة؟ بقالي الوقت 15 سنة باخد أنسولين. تمام. أوكي. وسني 35 سنة يا دكتور. طيب كويس. ماشي، هنرد على سعادتك. حاضر، اتفضل. ده الاعراض بتاعه الانزلاق الغضروفي العنقي اللي هو بيبقى فيه غضروف طالع من مكانه في الرقبه وبيضغط على مخارج العصب اللي هي بتنزل للدراع اليمين او الدراع الشمال. انت في حالتك عندك غالبا انزلاق غضروفي كبير شويه ضغط على العصب بتاع الذراع الايسر، فبيحصل زي الام في الرقبه وتنزل على الذراع لحد الصباع مثلا الكبير، يبقى ده غالبا العصب نمره 5 اللي ناتج نتيجه الضغط عليه من الانزلاق الغضروفي اللي ما بين الفقره الرابعه والخامسه. اما بيحصل الكلام ده في سن صغير فبنشوف هل في اعراض اخرى غير الوجع ولا لا. الاعراض الاخرى دي ممكن تكون عبارة عن ضعف في العضلات، يعني الحركة تبدأ تتأثر، سواء كانت حركة الكتف او انه يتني الكوع او يفرده او حركة اليد، او انه يبقى في الحاجات اللي محتاجة تحكم تتأثر زي التحكم في البول والبراز او ضعف الانتصاب او كذا. الحاجات دي لو موجودة بتخلي التأثير بتاع الانزلاق الغضروفي يبقى كبير وناخده بصورة جدية. علاجه
إما علاج دوائي ونشوف الأخبار إيه. إنما لو حجمه كبير جدا وفعص العصب والنخاع الشوكي بننصح بتدخل جراحي إن إحنا نشيله بالمنظار في وجود الجهاز الملاحي أو جهاز الاستثارة عشان نبقى شايفين وظائف العصب أثناء العملية. ونسبة نجاحها بالطريقة دي بتبقى فوق 98%. والغضروف بنستأصله بالكامل من الأمام وبنحط مكانه غضروف صناعي يتحرك مع حركة الفقرات وبيرجع الوضع لوضعه الطبيعي وبيزول الألم وبنشيل الضغط اللي على النخاع الشوكي وبالتالي بنضمن انه ان شاء الله ما يحصل لكش مضاعفات نتيجة وجود انزلاق غضروفي كبير ضاغط على العصب والنخاع الشوكي. ناخد مدام إيمان. تفضل يا فندم. مدام دعاء تفضلي. عليكم السلام. من فضلك يا دكتور، انا ابني عنده 3 سنين وشهرين. هو عنده تاخر، مش بيمشي ومش بيتكلم. وبعدين انا لما وديته للمخ والاعصاب فعمل له رسم مخ وقال لي ان في كهرباء، وبعدين عملت رنين وقال لي ان في حجم المخ صغير عن حجمه الطبيعي المفروض انه في سنه يعني. وبعد كده هو عنده توحد. أوكي. بس انا سؤالي لحضرتك، هو دلوقتي بياخد اوميجا وبياخد الفيتال مجموعه فيتامينات يعني متعدده، وبياخد الكارانتين نص قطاره، وبياخد فيدروب، وبياخد هاي كيل 5 سنتش في اليوم. تمام. هي كلها عباره عن مجموعه فيتامينات. انا بسال حضرتك، هل يا ترى حجم المخ فعلا لما بيكون صغير عن الحجم الطبيعي اللي في سنه، هل ده بيأثر على الكلام والمشي ولا ده ملوش علاقه؟ اوكي، تفضل يا فندم. طبعا هو الأطفال اللي بيحصل أثناء الحمل مشاكل، سواء كان تسمم في الحمل أو نتيجة وجود التهابات أثناء الحمل أو تناول أدوية أثناء الحمل أو كذا، بيبدأ يحصل عندهم مشكلة في النمو الطبيعي للمخ. بعض الأولاد دول بيتولدوا قبل ميعادهم وبالتالي المخ مبقاش نما إلى المستوى الكامل، أو بعضهم بيصاب أثناء الولادة بنقص في كمية الأكسجين نتيجة التفاف الحبل السري أو تأخر ميعاد الولادة أو ما شابه، وبينزل يبقى مزرق شوية ومحتاج يدخل حضانة وياخد أكسجين، فده بيؤثر على النمو الطبيعي بتاع خلايا المخ. وفي الحالة دي طبعا بيبقى في الجزء اللي حصل فيه ضمور، على حسب هذا الجزء تبدأ تظهر الأعراض. فلو هذا الجزء هو المسؤول عن الكلام، الكلام بيتأخر. لو المسؤول عن الحركة، الحركة بتتأثر. لو في القشرة المخية بشكل كبير مستوى الذكاء بيبقى أقل من الطبيعي، وقدرة الطفل على أنه يبقى زيه زي زمايله في نفس السن في الدراسة وكده بتقل طبعا، وبالتالي أكيد الضمور الجزئي بتاع المخ بيسيب أعراض على حسب الجزء اللي حصل فيه الضمور ده. طيب ناخد الاتصال الثاني. تفضل يا فندم. اهلا يا استاذ شحاته، تفضل. اهلا يا فندم. ازيك يا دكتور؟ ازيك حبيبي. والله يا دكتور انا عندي كده الاعصابي سايبه كده ومالهاش اي اتحكم فيها. رحت كشفت عن الدكتور. يعني ايه اعصابك سايبه؟ اللي هو البرشام اللي هو المئويات ده اللي هو الاحمر. يعني ايه اعصابك سايبه؟ يعني كده زي ما كنا نشر كده يا دكتور. نشر فين؟ نشر في اعصابي كلها كده، في دراعاتي وفي رجلي. في انهي حته في دراعك؟ يعني في الطرف كده، في ممكن في ايدي كده من في صوابع كده. مش في الدراع كله يعني؟ ايه؟ مش في الدراع كله؟ لا، هو ممكن يكون في الصوابع بس. تمام ماشي. في حاجه تانية غير كده؟ وكان عندي يعني من فتره كده كان بيجي لي مثلا زغلله كده في عينيا، وكان بتيجي معايا ايه يعني بعد الزغلله دي بتيجي بترجيع من فتره جامده. تمام. بعد كده جالي صداع.
ماشي. انت عندك اي امراض مزمنه، ضغط، سكر، حاجه زي كده؟ لا لا الحمد لله رب العالمين ما فيش. طيب ماشي اوكي، هنرد على ساعتك، اتفضل. ماشي. طيب في اتصال تاني؟ اوكي ماشي يا حبيبي. بالنسبه للاستاذ شحاته او الاستاذ شحاته، ال 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 الوجع اللي بيجي في الاطراف غالبا بيبقى التهاب في الاعصاب الطرفيه، تاخد له الادويه بتاعه فيتامين ب 12 وبعض الادويه الاخرى اللي بتحسن التهاب الاعصاب الطرفيه يودي الوجع، انما حكايه الزغلله والصداع والترجيع دي ننصحك ان انت تعمل فحص قاع عين وتطمن انه مفيش رشح في قاع العين ومفيش ارتفاع حميد في ضغط المخ، عشان اذا كان موجود نبدا العلاج بتاعه، لانه نسبه ان هو يخف بتبقى عاليه جدا. فتعمل فحص قاع عين ونطمن ونشوف اذا كان في هذا الاحتمال بتاع ارتفاع الحميد بتاع ضغط المخ، عشان لو موجود نبدا العلاج بتاعه وبالشفاء ان شاء الله. سعدت بوجودي مع حضراتكم في هذه الحلقه عن تاثيرات الكوفيد 19 على المخ، وبوجه عام ازاي بنفكر في علاجاته، وان شاء الله ربنا يحمينا من هذه الجائحه ويعدي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.